أجمل التحيات لكم مشاهدي قناة العالم سوريا وين ما كنتوا عم تتابعونا. ساعد دمسكو بديت معكم هلأ بكل الحب، فقرات عديدة وضيوف مميزين رح يكونوا بحلقتنا لليوم. يسعد لي وقتك يا صبا. يسعد وقتك بشار، هذا دائما يلي منحاوله أنه نقدم نحن محتوى متابعينا يشبهنا، يشبه المجتمع السوري، وأيضا يقدر يتوجه لمختلف الشرائح. ولنشوف اليوم شو حضرنا بالحلقة مع العنوي. رح نحكي عن الطرق الصحيحة والفعالة لزيادة الدخل ضمن الظروف الحالية. حنتابع مع كاميرا العالم سوريا أجوبة الناس على سؤالنا، كيف ممكن تأثر الحوافز على أداء الموظفين؟ وبمحطتنا أيضا لليوم رح نستضيف رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة جيلنا يلي بتعنى بالعمل المدني والمجتمعي. متطلبات الحياة دائما بازدياد، ويعني خلينا نقول نحن لنقدر نواكب هاي الحياة السريعة يلي كل يوم عم يكون فيها تفاصيل جديدة وعم يكون فيها أشياء جديدة نحن بحاجة لها بحياتنا. فيعني كلمة السر هي أكيد زيادة الدخل، ونحن السوريين هذا يمكن حديثنا الشاغل على اعتبار أنه سنوات الحرب تركت بصمة كتير قاسية على اقتصادنا وعلى الأوضاع المادية بشكل عام. لهيك لحتى نحكي اليوم بشكل منطقي وعملي لطرق زيادة الدخل حيكون معنا دكتور عمر الحلبي خبير الطاقة. أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتكم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا. يعني بالبداية تعطينا هيك فكرة عن موضوع كيف فيني زيد دخلي أو كيفية زيادة الدخل. تمام. هلا بسوريا بالذات خلينا يعني نحكي إنه هذا عامل أساسي لكل شخص هلا موجود هون بالبلد. طبعا هذا الموضوع بيعتمد على كثير عوامل، هي مو بس شغلة واحدة بعطيها وبيمشي، لا هي شيء كمان له علاقة بالوعي. يعني هلا مثلا موضوع زيادة الدخل اليوم حنحكي عن كثير قصص ان شاء الله، بس هيك الوقت يحالفنا حتى نقدر نحكي فيهم. اول شيء مثلا عندك موضوع عقلية الفقر وعقلية الوفرة. تمام. اغلب الشعب السوري هلا عايش بعقلية الفقر وليس عقلية الوفرة. هلا بنحكي فيهم كمان بعد شوي. موضوع العلاقات الناجحة. موضوع الوقت وإضافة قيمة للآخرين، موضوع أنه هل أنت عم تطور مهاراتك بالحياة ولا لا. في كتير عوامل بتلعب دور بهذا الموضوع. تمام. إن شاء الله اليوم نقدر يعني كله نغطيه. دكتور عم تحكي على مستوى الشخص، يمكن عم تحكي على مستوى تفكيره، على مستوى تعامله. فخلينا نسأل اليوم عن القناعات يلي هي ممكن تمنع الشخص أو تسمح له بأنه هو يطور حياته المادية. تمام. هلا انا كل يوم بتعامل مع كثير بشر، انه كل يوم بيجيني استشارات واشخاص وعالم تسالني. هلا وقت لما اشوف الشخص عنده قناعه مثلا انه صاحب المال تعبان مثلا، او شخص عنده قناعه انه كل شخص معه مصاري كثير فهو هو يا ما اخذهم ورثه، او هو اخذ، او هو شخص ماله منيح، او في معتقدات عندنا بالمجتمع كثير سيئه انه الشخص اللي معه مصاري حيصير معه مشاكل، او هو شخص ماله منيح او هيك شيء. فوقت ما نشوف عنده هذا المعتقد فاجباري هذا الشخص فحيكون روح كثير فرص من حياته. ليش؟ لانه اللاوعي بصير يحاربه. وقت لما تجي فرصه، يعني مثلا كثير في شركات مثلا بتتواصل معي بتقول لي مثلا بدنا شخص كذا، بحكي مع شخص عنده هذا يعني عنده هاي المهاره مثلا، اذا كان عندهم هاي المعتقدات الباليه تبع انه المصاري شيء سيء والمصاري هي وسخ الدنيا وكذا، فحيلاقي اي طريقه يعتذر فيها مني، مع انه الدخل تبع هي الشركه الجديده اللي عم اقول له عليها اعلى من الدخل اللي هو عم يشتغل فيه، بس لانه هو شيء اعلى بيقول لك انه لا وكذا وحيعتذر. بينما انا لو هاي المعتقدات بلشت اخلص منها حصير لاقي اسهل الفرص الثانيه. يعني موضوع الـ وطبعا هذا كمان جاي من الاهل ومن المجتمع انه بس معقوله يعني دكتور حدا يكون عم يصير له فرصه شغل جيده بدخل جيد؟ يعني هلا المشاهدين في اكيد ناس كثير عم يسالوا انه معقول حدا بيعتذر؟ انا بيجيني عشرات الاشخاص بلاقي حجه، طبعا هي بدنا نحكي فيها بموضوع الخروج عن دائرة الراحة. تماما. انه بيقول لك اخي هذول الشركة بعرفهم كذا، بركي هلا رحت على شركة ثانية مثلا ما بعرفها وعاملوني بشكل سيء وكذا. عشرات الاشخاص انا بتصير معي شخصيا.
ف يعني موضوع يعني او هو مثلا حيقدم السي في تبعه بطريقه غلط، لازم يعمل شيء غلط لحتى ما تزبط معه على فكره. وهذا الشيء جاي من الـ من الـ من العقليه اللي جايه منها، انه هو ما لازم يكون معه مصاري كثير. طبعا في عوامل ثانيه كمان بتلعب دور بهذا الموضوع مو بس هذا، بس هي عقليه انه الواحد يجرب شيء جديد بحياته. هي هون الواحد بحس عندهم خوف او عندهم تردد، اي انه انا بدي اروح على مجتمع جديد او كذا. تمام دكتور، يعني ذكرت حضرتك موضوع التردد وموضوع الخوف، وبالتالي يمكن موضوع التأثير أو إضافة قيمة لحياة الآخرين، وبالعكس اليوم نحكي عن هذا الموضوع، قديش ممكن الشخص يضيف قيمة سلبية أو إيجابية أو طاقة سلبية أو إيجابية في حال كان تفكيره رايح بهذا الاتجاه أو هذا الاتجاه. تمام، هلأ هي النقطة المهمة اللي بتساعد كتير بموضوع زيادة الدخل، إضافة قيمة للآخرين. انت قديش قادر تضيف قيمه لحياه الناس، قديش انت قادر تحل مشاكل العالم. طيب حاعطي امثله كثير بسيطه. في عندنا شخص بالمنطقه تبعنا اللي ساكن فيها عنده بسكليت، فلاحظ انه في عندنا كثير محلات بالمنطقه ما عندهم خدمه توصيل، وفي كثير عالم بتطلب، ويا اما مثلا ما عنده حدا يجيب لها، او حدا بيكون جاي من الشغل تعبان ما قدران ينزل، فعمل هالصله الوصل، يروح لعند المحل يقول له اخي انا بوصل لك، قال لي وين بدك بالمنطقه هاي نفسها، تمام، وانا بوصل لك وباخذ يعني اجر، يعني بياخذ شغله 1000 2000 على حسب هذا. تمام، اي يعني بتصدق هذا الشخص دخله لا يقل عن بين 10 ل 20000 باليوم الواحد. ليش؟ لانه اضاف قيمه صغيره، انه شوف شاف مشكله انه محلات ما بتوصل وفي ناس بدها واشتغل عليها. يعني هذا الشخص يعني بيطلع له بالشهر بين 300-600 ألف حسب هو شو، لانه عوض هذا النقص يمكن، او اي اضاف قيمه للناس او حل مشكله عالم اللي بهي المنطقه، يعني شاف شو عندهم مشكله وحلها. اعطيكم مثال ثاني كمان، في شخص كمان بعرفه بالبرامكي، شاف مشكلة عند أصحاب هنيك في مكتبات كتير ومكاتب، إنه عنده مشكلة يروحوا يدفعوا فواتير وهيك، فراح اشترك بالبنك. طبعا في خدمات بالبنوك عارف بتعرفوها، إنه بيدفعوا عنك فواتير النت والكهرباء وخط الثابت وهيك، فراح اشترك فيهم كلهم. فهو بمحله الناس بتجي لعنده دائما، يعني أنت بمحل واحد عم تدفع فاتورة النت، عم تدفع خط الثابت، عم تدفع الكهرباء، عم تدفع المي، كلهم بهذا المحل نفسه. فهو حل مشكلة وأضاف قيمة لحياة الناس اللي موجودين، إنه وفر عليهم وقت كتير كبير. تمام، يعني مين عنده استعداد يقعد مثلا يوقف مثلا ساعة أو نص ساعة لحتى يدفع، بينما هو قادر بهذا المحل يدفع كل شيء عنده. تمام، إضافة قيمة للآخرين، هي أنا يعني بعلمهم إياها لطلابي، الوعي المالي، إنه أنت دور بحياة الناس شو عندهم مشكلة وحلل لهم إياها. يعني هي الموضوع ما له كتير صعب، يعني مثل هذا اللي كان عم يوصل، ولا هذا اللي عم يدفع فواتير، شاف شو مشكلة عند العالم وحلل لهم إياها. ولأنك دكتور عم تحكي عن إنه الموضوع ما له كتير صعب، فمعناته الشغل لساعات طويلة هل هو حل زيادة الدخل مثل ما أغلبنا بيفكر؟ هو هي كمان معتقد سلبي، ما بعرف العالم منين جايبته، انه يعني لا هو موجود بالكتب السماويه، ولا اجى مثلا رجل اعمال قال لك انه الشغل لساعات طويله هو بيحل لك مشكلتك. ابدا الشغل لساعات طويله ما بيحل المشكله، لانه رح اسالك سؤال، مين بيشتغل اكثر، صاحب الشركه ولا الموظف؟ اكيد اليوم صاحب الشركه في مجهود اكثر بيكون عم يبذله، هو بيعمل اداره للموضوع، فهو ما بيبذل جهد كثير. الجهد الاكبر منين جاي؟ الموظف. معناتها التعب الكبير والشغل الكثير مو هو اللي بيزيد راس المال، مو هو بيزيد الدخل. انك تعرف بس انك تحل مشكله، او يكون عندك انت يعني تكون شخص لا يمكن الاستغناء عنه. يعني مثلا انا بعرف عندي صديق هو مدير اي تي باحد الشركات، فايت دورات وعامل شيء ما حدا عامله من كل رفقاته، تمام، فهو شخص لا يمكن الاستغناء عنه. يعني ما في حدا بيعرف
العلوم او الخبره اللي عنده اياها. فهو وقت ما مثلا بيطلب شيء او مثلا بيقترح على الاداره شيء بياخذوا يعني المقترح تبعه بعين الاعتبار، لانه بيعرفوا انه ما في حدا عنده هذا الاختصاص تبعه. وقت ما يكون عندك شيء انت يعني شيء مميز ما حدا عنده اياه، فانت قادر انك تفرض حالك بقوه بسوق العمل وبالشركة اللي انت عم تشتغل فيها. يعني اليوم نستنتج انه موضوع العمل لساعات طويلة ما بيجيب نتيجة او بيجيب نتيجة؟ لا، هو ما بيجيب نتيجة ابدا. هلا بنحكي فيها كمان هي بموضوع العلاقات. تماما. اليوم اذا بدنا نروح نحكي عن مصادر الدخل المتعددة اللي بنسمعها دائما وبنسمع بهي المصادر، تحكي لنا عنها وتذكر لنا اياها. تمام. هلا اول شيء بدي احكي عن موضوع المهارة. انت شو عندك مهاره لحتى تقدر تستثمر فيها دخل اضافي؟ يعني مثال، هلا انت اذا كنت مثلا قاعد بمدينه فيها 30,000 مصمم فوتوشوب، فهل انت يعني هل انت رح تاخذ دخل عالي؟ اكيد لا، لانه في عندك ناس كثير تحل محلك. بينما انت لو 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 يعني لو شفت انت المجال تبعك قادر انك انت تضيف شيء ما حدا ضايفه، او تفوت مثلا بمهاره جديده مثلا ما حدا عنده اياها، فانت هون حتكون مطلوب اكثر. طيب واحد بيقول لي طيب انا شو المهارات اللي عندي؟ بدك هي بدها تكون قاعده مع الذات، انت شو في عندك مهارات زياده؟ مثال، واحد بيقول لي اخي انا صوتي حلو. طيب اوكي، صوتك حلو معناتها انا ممكن اعرفك على اذاعه، تمام؟ تعمل فيهم اعلانات مجانيه اذا انت اثبتت وجودك، بتصير يعني بتستغل صوتك اللي هو مهاره عندك لحتى تعمل اعلانات مثلا بهذا الشيء. واحد بيقول لي مثلا انا التصوير تبعي حلو. اوكي، في شركات بتطلب مثلا صور، انه صوره غروب، صوره كذا، انت قدران تلقط هاي الصوره، بتقدر انت تستفيد منها. يعني موضوع المهاره انت اللي بدك تعرف شو عندك مهاره. هذا الشيء بده قعده مع الذات. اغلبنا ما حدا بيقعد مع حاله بيعرف شو في عنده، شو الشغلات اللي هو شاطر فيها. يعني في ناس يمكن بتروح لموضوع التجريب، يعني انا عندي مثلا اهتمام باكثر من قصه، فانا بروح بجرب الكل لشوف وين ممكن تظهر المهاره يلي عندي او الخبره يلي ممكن او الاهتمام يلي بحبه. وهلا كمان مو يعني مو بس هيك القصه انه العالم عم تشتغل بشيء ما بتحبه، لهيك ما عم تعمل انتاج، لهيك ما عم يكون عندها الحافز انه تبدع بشيء او تعمل بشيء. اي في عندنا هي الشغله تشتغل، اي يلا بشتغل. طب انت بتعرف تشتغل فيها؟ لا، بس خلص بدي اشتغل فيها. تقدر تتميز فيها؟ اي، موضوع التميز انت يعني هلا مثلا اذا مثلا حضرتك بالبيت لا سمح الله تعطل عندك شيء بالكهرباء، حتتصل بالكهربجي العادي ولا حتتصل بواحد لا معلم بتعرف انه هذا الزلمه شاطر؟ لا، حتتصل بالشاطر، صح؟ ونفس الشيء بكل مجال من المجالات، الناس بتحب الانسان اللي هو شاطر بشغله. شاطر بشغله حتكون مطلوب اكثر، دائما حتكون مطلوب اكثر، حتكون سمعتك بين الناس مشهوره اكثر. وفيني اضيف كمان شغلات عمليه اليوم عالم الانترنت فينا نكسب منه كثير شغلات. هلا حانصحكم شغله، في موقع اسمه خمسات، حدا سمعان فيه؟ لا. موقع خمسات افتح عليه على الانترنت، بتفوت بتلاقي فيه عشرات او مئات الخدمات. شو مئات الخدمات؟ مثلا اكون واحد بده حدا يصمم لي استبيان، واحد بده مثلا يعمل له تعليق صوتي مثلا على اعلان، واحد بده يصور مثلا كذا، واحد بده ترجمه، واحد بده كذا. في عشرات ومئات الخدمات اللي انت ممكن تعملهم. طبعا كل ما تعمل خدمه بينضاف على شو؟ على الحساب تبعك المبلغ تبعه. شغلتك الوحيده انه يكون عندك حدا برات البلد يقبض لك اياهم يحول لك اياهم لهون. كثير سهله، ما بتكلفك شيء، تمام؟ وانت عم يزيد دخلك. يعني مصدر دخل جديد اذا بدنا نقول. ايه فعلا يعني. ومتجدد دائما. شكله بشار هلا حشوف الموقع عم يقول مصدر دخل. عن جد شوف الموقع وبتدعي لي، بس بده يكون عندك حدا برات البلد ياخذ لك اياهم ويبعث لك اياهم لهون. في موقع ثاني اسمه كمان فريلانس. كمان في يعني في كثير يمكن من الاساليب خلينا نقول عبر السوشيال ميديا او عبر المواقع لنوصل لدخل جديد، ولكن في كثير سؤال مهم لما بنقول صادق الناجح تنجح او صادق الفاشل تفشل، قد ايه هن فعلا مؤثرين اصدقاء النجاح؟ اصلا مين هن اصدقاء النجاح؟ تمام. هي من ضمن الاستشارات اللي بتعرض لها دائما، انه
اخي انا ما عم يزبط معي شيء، عم بشتغل كذا ما عم تزبط، عم بشتغل شغل ثاني كمان ما عم يزبط. له طيب اخي مين بفئاتك؟ بتفاجئ بهذا السؤال. عم اقول لك انا عم بحكي لك عن شغلي، شو دخل بفئاتي؟ طيب ماشي بس احكي لي مين بفئاتك. ودائما الاجوبه اللي هي بتكون موجوده، انا فئاتي والله اكثريتهم من القهوه كذا. اوكي قهوه كذا اللي هن 5 6 اللي هن ما عم يشتغلوا. طيب مين هذا؟ والله رفقاتي هدول بالحاره اللي نقعد من ارجل انا وياهم المساء. اي والله انا رفقاتي فلان وفلان وفلان هدول بيشتغلوا عمال. طبعا مع احترامي لكل الاشخاص بس طيب بس هدول رفقاتك؟ اي والله انا في شو اسمه فلان اللي شو اسمه بيقعد زملائي بالشغل يمكن اللي بنعيش نفس الستريس يلي خلينا نقول بنحكي نفس المواضيع بالعمل وبرا العمل، فبصير يمكن عايشين هيك بحلقه مفرغه عم ندور فيها. تماما تماما. طب انت ما بتعرف واحد مثلا نجح بشغله؟ بقول لك لا. ما بتعرف واحد مثلا عامل بزنس خاص فيه؟ لا. طب انت من وين بدك تستلهم افكار النجاح؟ لانه الصاحب ساحب، وصادق السعيد تسعد، صادق التعيس تتعس، يعني كل هذا الشيء. فكثير مهم الرفقات اللي وقت ما يكون عندك حدا ناجح بشغله، ناجح بدراسته، ناجح بكذا، غير وقت ما يكون عندك ناس ما عندها شيء بالحياه او تماما تماما او هن عندهم وقت فاضي طول الوقت. دكتور يعني الحديث بيطول بهذا الموضوع وحديث طويل اذا بدنا نقول، لا نكمل تحت الهواء لانه تماما تماما في تفاصيل لازم نعرفها من الدكتور، ولكن الوقت داهمنا. بدي اتشكرك كثير على المعلومات يلي فدتنا فيها الدكتور وخبير الطاقة الأستاذ عمر الحلبي، كل الشكر لك. شكراً، يعطيكم العافية. ومكفين معكم مشاهدينا، ورح نبقى بأجواء الطاقة الإيجابية. نزلنا على الشارع وسألنا الناس عن رأيهم بأثر وتأثير الحوافز على أداء الموظفين. خلينا نسمع الإجابات واستطلاع الرأي التالي. أهمية الحوافز للموظف، وبرأيك الحوافز المادية أهم ولا المعنوية؟ لا المعنوية أهم، أكيد المادية مهمة جدا 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 جدا. الحوافز المعنوية بتجيب الحوافز المادية، لأنه وقت الموظف يعني أول شيء بده يشعر أنه مرتاح بوظيفته لا يعطي. والله على حسب كل حدا، لأنه هي الحوافز بشكل عام المادية ما بتجي كبيرة، يعني ما بتخلي الواحد يعني مثلا يعني ما بتبني له مستقبله، بتساعده مثلا بشكل مؤقت، تمشي له يومه وتمشي له الجمعة. الأزمة هي اللي سببت هذا الشيء، عرفت كيف؟ يعني بصراحة هي المادة أساس كل شيء صارت في بلدنا بالوضع الراهن. معنوية بتعطي جهد، تعطي دافع للإنسان إنه يعطي أكثر. هلا التنتين لهم نفس المبدأ، يعني المعنوية مهمة جدا بسكندنافيا. شباب هلا طالع جديد، هو أهم شيء عنده الحوافز المعنوية. لما أنت بتشجعني أي أنا بكون بعطيك كل طاقتي، أهم من إنك تعطيني مادي وتمشي. مادي طبعا، لأنه الموظف قد إيه بيقبض، يعني يروح يشوف الأسعار بالسوق شيء مو طبيعي يعني. لا المال ولا 60 مال بيخليه، لأن بلدنا نحن بيهمنا قبل كل شيء نظافة الإنسان. بالنسبة لحياتنا اليومية صايرة المادية، بس بشكل عام يعني وطبعا الحوافز المعنوية بتكون أهم. يعني الحكي إنه نمدحه وكذا بده شغلة مادية، يعني قل له أنت الله يعطيك العافية يسلم إيديك تعبت كثير، طب ومادية؟ يعني آخر الشهر بتعرف الموظف عم يطلع مكسور. رجعنا ومكملين معكم متابعينا لنحكي عن واحدة من الحالات المرضية الشائعة جدا عند الأطفال يلي هي تشكل الحصيات. والمشكلة بهاي الحالة بشار إنه هاي الحصيات عم تسبب ألم للطفل بيعاني منه، ما بيقدر يشرح السبب، فبصير الدور عند الأهل يلاحظوا المشكلة ويروحوا أكيد لاستشارة الاختصاصيين. أكيد سبا. ومشاهدينا لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، بيسعدنا نرحب بضيفنا بالاستوديو اليوم الدكتور بسام سعيد، اختصاصي بأمراض الكلية عند الأطفال، للحديث أكثر عن الحصيات الكلوية والبولية وكيفية التعامل معها وطرق العلاج. كل هاي التفاصيل رح نعرفها مباشرة من الدكتور. يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا، شكرا لكم، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني أمراض الأطفال وخلينا نقول بيتفرع منا اختصاص أمراض الكلية، هذا الشيء اللي خلينا نسأل عن مدى شيوعه، عن قد ايه بتشوف حالات عند الأطفال عم يعانوا من تشكل حصيات؟ تمام. بالحقيقة مثل ما تفضلتي حضرتك بالمقدمة، مشكلة الحصيات عند الأطفال هي مشكلة شائعة وشائعة جدا،
ويكاد يكون جزء كبير من عمل الطبيب المختص بأمراض الكلية عند الأطفال هي مقاربة هذه الشريحة من الأطفال اللي عم بيعانوا من وجود تشكل حصيات أحياناً بعمر مبكر جداً. تمام. لذلك يعني فهذا الموضوع لازم يكون واضح جداً بذهن مو بس طبيب الاختصاصي بأمراض الكلية عند الأطفال ولكن بذهن طبيب الأطفال العام لأنه هو برضو بالنهاية هو أول من يصادف الطفل بعدين هو لاحقاً يحول الطفل لطبيب المختص بأمراض الكلية من أجل المتابعة. فالمشكلة مهمة جداً تسليط الضوء عليها بعتقد أنا كتير مهم لحتى نعرف نحن أنه كيف تتظاهر هي المشكلة الشائعة عند الأطفال لأنه مثل ما تفضلت الطفل ما بيقدر يعبر بس عموماً الألم عند الأطفال بيكون أقل من الألم اللي بنصادفه نحن عند الكبار ممكن يحصل معه كريزة مسميها باللغة الطبية القولنج يعني بيصير بيتألم بشدة وكذا وخاصة الألم بيحصل لما تتحرك البحصة من مكانها. هلا عند الأطفال هذا السيناريو أقل حدوثاً الأكثر هو أنه البحص بتسبب أحياناً خروج دم مع البول فالأم بيلاحظوا حتى عند الأطفال الرضع اللي عمرهم أشهر بيلاحظوا أنه بالحفوظة في البول لونه مدمى أو أحياناً الطفل ممكن يتعرض لبكاء غير مفسر ما عم يعرفوا ليش أو ممكن أحياناً يصير معه التهابات بالمجاري البولية لما الطبيب بده يستقصي سبب الالتهابات بيعمل إيكو بيتفاجأ بأنه في بحصة أو بحصتين أو ثلاثة أو عشرة حسب طبعاً شو المشكلة. تمام. هون بقى بيجي دور الطبيب في البحث عن سبب هالمشكلة هي قبل ما يعالجها طبعا. تماما. اليوم ما حكينا عن نماذج عديدة ولكن اليوم السبب من تشكل هي الحصيات عند الأطفال. تمام. هذا السؤال كتير مهم لأنه في بالحقيقة فرق ما بين حدوث الحصيات عند الأطفال الصغار وما بين حدوث الحصيات عند الكبار. أنا بحب أعطي هالمثال دائما لحتى نفهم شو الفرق في المشكلة. الكبار ممكن أحيانا إذا كان الرجل أو المرأة قليلة شرب الماء وبتتعرض لدرجة حرارة من العالية فبتتعرق بينقص سوائل جسمها ممكن تتشكل عندها بحصة فأمر عادي فالطبيب هون بيتوجه مباشرة للعلاج اللي هو بتفتيت البحصة أو بأي طريقة ما. أما عند الأطفال لا نحن ما فينا نعزي هذا الموضوع لأنه هذا الطفل ما بيشرب مي هذا الحكي غير وارد إطلاقا. المشكلة بيكون في عنده خلل استقلابي أو علة استقلابية هي اللي جعلته مؤهب لأنه يشكل هالحصيات وهي العلة بحاجة لإجراء دراسة استقلابية لهالطفل هذا لنعرف شو المشكلة لأنه البحص أنواع مو نوع واحد من البحص وبالتالي فالعلاج ليس هو نوع واحد. تمام. ونحن لا يمكن أنه نميز بين أنواع الحصيات فقط من خلال الإيكو ومعناته إذا شفنا بحص على الإيكو بنقول هي نوعها كذا كيف الطريقة دكتور تمام. يعني لنميز الأنواع تمام. الدراسة الاستقلابية تتضمن مجموعة من التحاليل هالتحاليل ممكن تكون واسعة ممكن تكون قليلة بحسب انطباع الطبيب عن هالمشكلة هي قديش ضخمة وقديش عمر الطفل وشو في مشاكل مرافقة. نحن الدراسة الاستقلابية بتتضمن انه نجمع بول 24 ساعة ونعمل معايرة لمجموعة من الامور ضمن البول منعاير الكالسيوم منعاير الاوكسالات منعاير السيترات منعاير حمض البول وفي امور تانية منعايرة ضمن هالبول هذا وبنفس الوقت بناخذ عينات من الدم وبعدين ندرس قديش الكلية عم بتطلع ممكن نلاحظ بانه الطفل البول تبعه كلسي يعني نسبة الكالسيوم بالبول عنده عالي مثل ما نقول نحن المي كلسية فبتلاقي ترسب الكلس على المواسير المي ولو انه تشبيه طلعنا من الانسان بس هو من قلب حياتنا دكتور تمام ايوه وبالتالي فنفس الشيء ممكن يكون البول تبع الطفل كلسي وبالتالي ما بيكون البول كلسي فبترسب الكلس على الكلية طبعا رمال صغيرة ناعمة بس رملة بتتشكل بعدين بالمستقبل حصيات. فنحن بهمنا نعرف انه هل سبب الحصيات هو بنسميه باللغة الطبية البيلة الكلسية يعني الكلس عنده بالبول عالي ولا في شيء نسبة تانية من مثلا الاوكسالات عالية او حمض البول عنده عالي او انه السيترات عنده قليلة لانه السيترات هي بتحمي من الكلى من ترسب الحصيات. ففي عدد انواع من المشاكل اللي نحن لازم نبحث عنها. هلا ممكن نحن ما نلاقي ولا مشكلة من هدول ساعتها هون ممكن يكون في عنده طفل خلل في تشريح الجهاز البولي مشكلة خلقية تشوه خلقي في الجهاز البولي. تمام. إذا كان في عنده مثلا تضاعف في الجهاز المفرغ أي تشوه في البنية التشريحية للكلية يؤهبها لأنه يصير في ترسب بصير في تعمل ركودة إذا في عنده تضيق بالحالب مع سبيل المثال فبصير في ركودة أي ركودة تسبب ترسب الذوائب أو كل شيء منحل في البول. وبالتالي فنحن مو شرط انه نلاقي عند الطفل مشكله استقلابيه ممكن يكون في عنده تشوه خلقي في كليه او كليتين عم بتاهبه لتشكل الحصيات وبالتالي فمن هون اهميه انه هذا الطفل يندرس وليس فقط انه ينبعث مباشره للعلاج. العلاج طبعا له شقين طبعا له شق اما دوائي او علاج جراحي طبعا
هلا هذا الموضوع يتعلق بعده امور، بس معظم الاطفال بيستجيبوا على المعالجه الدوائيه. يعني دراسه الحاله دكتور بتبقى معناتها هي خلينا نقول رقم واحد لحتى نحن نتوجه طبعاً. باي شيء ولكن يعني فكره تشكل حصية عند الطفل هي سريعه، يعني ممكن خلينا نقول خلال فتره قصيره من اي اضطراب انه نشوف حصية، او ممكن لا تاخذ وقت يعني تحتاج سنوات لتتشكل؟ لا هو طبعا مو سريعه اكيد، لانه مثل ما قلت لك يعني هو الموضوع بيحتاج ترسب ذرات او الاملاح بشكل مستمر، بس ولكن هذا ما معناته انه طفل خلال يوم او يومين او اسبوع بشكل بحصه، بس الموضوع ما هو بطيء جدا لدرجه انه نقول خلال سنوات. لا هلا في اطفال نحن بنلاحظ احيانا انه عملنا لهم معالجه بتحسن الطفل، بوقف العلاج بعد بنعيد الايكو بعد شهرين للمراقبه بنلاحظ انه رجعت شكلت حصيات جديده. فيعني المساله هي تتعلق بالمده، طبعا ما خلال يوم او يومين بس خلال شهر ايه ممكن ترجع تشكل بحصه. تمام دكتور، اليوم في عمر معين لا اذا بدنا نقول للاطفال ممكن يصابوا ب او هن معرضين للاصابه بهذا الموضوع اكثر من 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 عمر اخر او مرحله عمريه اخرى؟ نعم. بالحقيقه الحصيات عند الاطفال بتصيب كل الاعمار تماما، حتى في بعض الاطفال بيخلقوا من وقت ما بيوم بيخلقوا فيه، هي الحاله نادره بس ممكن انه نصادفها نحن احيانا، من وقت ما بيخلقوا ممكن نصادف انه في عندهم حصات او حصاتين بالكليتين، بس الاشيع هو انه لاحقا بعد الولاده. بعد الولاده من الامور الشائعه انه الرضع اللي هن لساتهم يعني مرحله الرضاعه انه ممكن تتشكل عندهم، واحيانا بتتفاجئ انه بتعمل لهم ايكو بتلاقي عندهم 7-8 حصيات بالجهتين. وحسب هون بقى هدول بيحتاجوا لدراسه. سبب ممكن يكون اكيد في عندهم عله استقلابيه خلقيه. هالعله الاستقلابيه نحن لازم نحط ايدنا عليها مشان نوجه له العلاج. اذا مثلا الطفل في عنده بيله كلسيه او ارتفاع في كالسيوم البول، هذا الشيء في له علاج نوعي، في بعض الادويه اللي هي بتقلل من افراز الكلى من الكالسيوم مثلا. تمام. الاسم العلمي للدواء الهيدروكلورثيازايد، هذا بيقلل من نسبه الكالسيوم. وزائد طبعا هي لحاله هالحكي مو كافي، نحن بهمنا مو بس انه نوقي الطفل من تشكل حصيات اخرى، بهمنا كمان الحصيات الموجوده هي ندوبها. هلا الحصيات الموجوده حسب مكانها وحسب قطره، اذا كان القطر تبعها صغير يعني 5 ملم او اقل، هذول غالبا بيستجيبوا على المعالجه الدوائيه. المعالجه الدوائيه بتتالف بشكل اساسي من املاح السيترات، بنعطي نحن للطفل سيترات مثلا سيترات البوتاسيوم. هلا هاي السيترات بتطلع يمتص الطفل من الامعاء للدم، بعدين تطلع بالكليتين بتروح على البول بتمر الى جانب هذه الحصيات وبتحل منها، بس طبعا الوقت يحتاج لاشهر طبعا هي مراحل لحتى تدوب البحصه. هلا ممكن كثير من الاحيان نحن بالمعالجه اللي بنقدمها ممكن نمنع تشكل حصيات اضافيه، بس الحصيات الموجوده حسب قساوتها، اذا كانت قديمه ومتكلسه بجوز هي صار صعب تدوب، تاخذ وقت اكثر، بجوز تاخذ وقت اكثر وبجوز ما تدوب نهائيا. فلذلك نحن مع المتابعه وبنشوف اذا هالحصيات هذول صح ما عاد زاد عددهم وما عاد كبر حجمهم، بس ولكن اللي كانوا موجودين بعدهم موجودين هون ممكن نلجا للتفتيت. والتفتيت طبعا عند الاطفال بيختلف شوي عن التفتيت عند الكبار. دكتور هون السؤال، يعني انا لما عم اتعامل مع طفل قلت حضرتك ممكن يكون بعمر اشهر، فكره امان هالادويه، فكره انه هو يتعرض للتفتيت عبر الاجهزه او حتى المداخله الجراحيه، قد ايه امنه هي عند الطفل؟ عموما ما له مشاكل طبعا. هلا نحن بنحاول قدر الامكان انه ما نعرض الطفل للتفتيت او للجراحه، بنحاول قدر الامكان انه نقدر نعالج الموضوع ونحله من خلال ادويه تعطى عن طريق الفم، بس مع الاسف مو دائما هذا الموضوع راح يؤدي لنتائج مضمونه. لا في مثل ما قلت لك بعض الاحيان بتكون الحصات كبيره نوعا ما او متكلسه. هلا كل ما كانت الحصات قاسيه هلا في حصيات احيانا الطفل بيطلعها هو عم بيبول، تمام، حتى الكبير، حتى هدول الحصيات مجرد ما صغر حجمها او تحركت ممكن تطلع، فممكن الاهل يجيبوها للطبيب ماسك حاطينها بمحرمه وعم بيرجوا اياها للطبيب انه ليك هي البحصه طلعت. فهون بالملمس ممكن تشوفيها انه قاسيه جدا، واحيانا ممكن تفرط بايدك حسب تركيبها. لا مثلا نحن بنعرف انه حصيات حمض البول هشه جدا وسهله العلاج، بينما الحصيات المتكلسه هي بتصير مثل البحصه، يعني البحصه قاسيه، هي بدها تفتيت. التفتيت ما بيشكل ما في مشكله، بس بيحتاج تخدير، لانه هلا الكبير لما بصير في عنده بحصه بيروح على التخدير، اكيد بده يتسطح على الجهاز، جهاز التفتيت، الطبيب بيقول له لا تتحرك، ما بيتحرك، اما الطفل ما فينك تقولي له ما تتحرك، وبالتالي فنحن بحاجه انه نخدره. بس بده يتحرك اكثر، لانه اذا تحرك خلص، لانه هو بصير في فوكس، جهاز التفتيت بفوكس الاشعه على مكان الحصات بالذات، اذا تحرك الطفل 2 ملي معناتها نحن ابتعدنا عن البحصه، فما لازم يتحرك خالص، وبالتالي فمن هون اهميه التخدير، بس تخدير عاده سطحي ولفتره قصيره، وبالتالي ما في مشكله كتفتيت. هلا العمل الجراحي موضوع ثاني، هذا العمل الجراحي لا، لما بتكون الحصيات كبيره
وتملأ الكؤيسات والحويضة تبع الكلية. هلا هون لا تفتيت ولا دواء بيروحها، هي بدها فتح جراحي. بس حتى الفتح الجراحي يعني في كثير اطفال بيعملوها، يعني هلا بالنهايه هي جراحه بالطريقه التقليديه، جراحه بالطريقه التقليدية طبعا. نحن الحصيات هذول لما بنشيلهم بالجراحه غالبا بنبعتهم للتحليل، او حتى لما بصير في خروج عفوي للحصيات مع البول كمان بنبعتهم للتحليل. هلا التحليل بيفيدنا شوي بالتوجه نحو سبب الحصيات هيدي، بس مو بشكل مطلق يعني. في بعض انواع الامراض النادره هي بنسميها نحن السيستينوز، يعني الطفل بيبول كميه سيستين كبيره. هلا هي كميه السيستين اللي بيبولها الطفل كميات كبيره هي بتترسب، هذا الطفل بيحتاج معالجه مدى الحياه بادويه مشان ما يتشكل السيستين عنده بالبول. يعني مصير بنروح هون بقى دكتور لطريق الوقايه، يمكن نحن تماماً شلون نحمي الطفل بباقي حياته، نحمي الطفل انه يتعرض لحصيات اضافيه. تماما. معناها دكتور نحكي اليوم عن الحميه المناسبه اذا بدنا نقول لتخفيف هاي الحاله والحلوله دون الوصول لحاله التشكل الحصل. تمام. هلا انا بصراحه الحميه دورها اقل منه عند الكبار. هلا بتعرف الكبير بصير عنده بحصه بيقول له لازم تشرب مي كثير ولازم تقلل تاكل سبانخ وخضار خضراء وتقلل بندوره الى اخره، كلها مصادر الاوكزالات. هلا نحن عاده الحميه اللي بنعطيها، لانه هي معظم الحصيات بتصير الكبار هي حصيات الاوكزالات او الاوكساليت، هي الاوكساليت موجوده بالخضار الخضراء، موجوده بالبندوره، موجوده بالشوكولا. طبعا الواحد اذا اكل اي نوع من هذه المصادر وبنفس الوقت شرب كميات كبيره من المي ما في مشكله. اما وين المشكله؟ لما الواحد بياكل ملوخيه او بياكل سلق او بياكل سبانخ كميات كبيره وما بيشرب بنفس الوقت مي. هلا هون هالبلورات هي اللي بتطلع نتيجه استقلاب هذه النباتات. تمام. بتترسب ضمن حجم بول قليل لانه الانسان ما شرب مي كثير، فبتكون البول كثيف، فانت عم تعطيها فرصه لهالبلورات انه تترسب على الكليتين. هي الحميه عند الكبار. هلا عند الاطفال دور الحميه اقل. انا ما عم اقول لك انه نحن ما بنحمي الاطفال، نحن عموما اذا طفل رضيع شو بدك تحميه؟ هذا عم يرضع من امه، بنحميه هذا. تمام. بس نحن اذا الطقس حار بنقول للام بين الرضعات ممكن تشربي مي. تمام. هذا كل ما هنالك. ومشكلته مثل ما حكيت قبل شوي دكتور ما بتكون هي اصلا غذائيه، ادمان يمكن خلقيه. بالضبط. تمام. بالضبط، ما لها علاقه بالغذاء. بس ولكن هدول الاطفال لما بيكبروا شوي، يعني نحن بتعرف الاطفال شرائح. تمام. لما عم تحكي عن رضيع عمره اشهر غير لما بتحكي عن طفل عمره 7-8 سنين 10 سنين. تمام. هلا هون نحن ممكن نحكي شوي بالحميه حسب تركيب الحصيات. اذا مثلا الحصيات هي بسبب حمض البول، اينا عم بتفيد الحميه هون طبعا، لانه حمض البول بالنهايه ولو انه هي تشكل حصيات حمض البول عند الطفل له علاقه بخلق عله استقلابيه بافراز حمض البول من الكليه. بس نحن بنقلل المواد الغذائيه اللي بتنتج حمض بول، مثل مثلا الحمص، الفول، اللحوم، الدجاج. بس ولكن تاثير الحميه محدود، لذلك نحن ما كثير بنركز على موضوع الحميه، بس بناكد على موضوع على شغلتين اثنين اللي هي تفيد في شتى انواع الحصيات. تمام. سواء عند الاطفال ولا عند الكبار، اللي هن لازم يكثر مي ويقلل الملح. بس كثير لفت نظري دكتور فكرة ذكرتها حضرتك عن الاختلافات بين الأطفال وبين الكبار، أنه في اختلاف بموضوع تشكل الحصيات وحتى بأعراضها. يعني موضوع الألم ما بعرف إذا هو صحيح تماماً، بس ألم الحصيات الكلوية أو القولانج الكلوي بيقولوا أنه من أشد الآلام يلي ممكن يعاني منه شخص. فأدي الطفل ممكن ما يعاني، أدي ممكن يختلف وضعه عن الكبير، وشو الأسباب؟ تمام. هلأ ممكن جداً أنه الطفل تعملي له إيكو وتشوفي في عنده 10 بحصات، 6 باليمين و4 على اليسار، والطفل بعمره ما قال اخ. ممكن جدا. لذلك بس ممكن انه الطفل تلاقي بقصته انه ايه بصير معه التهابات بالبول، في مرات بيبول دم. تمام. بيبول لمره او لمرتين وبعدين بيروق البول، بعد شهر بيرجع بيبول دم. لانه هدول الاطفال بما انه المشكله هي يعني داخله بتركيبه جسم الانسان خلل استقلابي، فبتكون تتشكل الحصيات في بنيه النسيج الكلوي وما بتتحرك. هلا هو الالم اللي بيصير او بنسميه القولانج الكلوي هو هذا سببه تحرك الحصاد. يعني حصيه واحده بتكفي لانه تخلي واحد يغيب عن شغله او ما يقدر يعيش حياته. امتى بصير الالم؟ لما طبعا هلا هو الواحد لما بيتالم من البحصه مو معناته انه اليوم تشكلت عنده البحصه، بيكون صار له في شهر ما عنده البحصه او شهرين، بس ثابته ما عم تتحرك ما كان شاعر فيها. لما مجرد تحركت شوي، لو تحركت نص سنتي هالحركه هي بتجرح فبتحرض الالم. عند الاطفال هذا السيناريو ما بنشوف القولانج، ما بنشوفه. هلا ممكن نشوف احيانا بعض الاطفال عندهم انزعاج من الخاصره او وجع هيك بالخاصره، بس ما بيجوا في سياق قولانج او كلوي. جاي الطفل عم يتلوى
من الألم. مثل ما قلنا يمكن ما بيقدروا يميزوا هي الحالة حتى. تماما. دكتور بدي روح لسؤال يتعلق بوظائف الكلية. اليوم كثير بنسمع وقت يقولوا في حصى، في يقال أو يربط الموضوع بوظائف الكلية أو قصور بالكلية، قديش هذا الموضوع صحيح وقديش ممكن تأثر على وظيفة الكلية بشكل عام؟ تماما، هذا السؤال كثير مهم لأنه بالفعل هي نحن بنعالجها مو بس مشان نحن نريح المريض من ألم أو كذا، مثل ما قلت لك الألم عندنا ما كتير وارد. نحن بنعالجها لنحمي الكليتين، لأنه هدول الحصيات بالنهاية أخذين حيز من الكلية وعم بيسببوا تفاعل التهابي حواليهم، وبالتالي عم يؤذوا الوظائف. لما بتتشكل بحصة فبحصة وبيكون عدة بحصات تتراجع وظيفة الكليتين، وفي أطفال بيدخلوا بقصور كلوي، والقصور الكلوي بيترقى وبيوصل لمراحل متقدمة وبيوصل لمرحلة المراحل النهائية من القصور الكلوي، بيحتاج غسيل وبنحتاج وبنحكي بزرع. ونحن كثير عملنا زرع كلي لأطفال كان سبب القصور الكلوي عندهم هي حصيات. بس طبعا هون بالنهاية بدك تميز في بعض أنواع الحصيات اللي هي بتسبب قصور كلوي، في بعض انواع الحصيات اللي هي مثل حصيات حمض البول اللي هي تستجيب بسهوله للمعالجه وهي لا تسبب قصور كلوي الا ما ندر. اما حصيات الاوكزالات على سبيل المثال، في مرض عندنا بطب الاطفال اسمه داء الاوكزالوز. داء الاوكزالوز هذا مشكله وراثيه، جزء احنا ما حكينا بالاسباب الوراثيه للحصيات. هلا الوراثيه مو معناتها انه امه او ابوه بالضروره عندهم هالمشكله على الاطلاق، عائليه ممكن تكون. هلا هي بيكون في خلل في الدي ان اي في الحمض النووي، ممكن يكون الاهل حاملين المشكله وليسوا مصابين بها. بيتجبع تيجي المورثة المريضة من الأم والأب، تجتمع مورثتين عند نفس الطفل، بتصير بقى المرض هون بيعبر عن نفسه وبيظهر داء اسمه الأوكزالوز. هلأ هذا يتشخص ليس فقط من خلال تحليل الأوكزالات ببول 24 ساعة، ولكن يتأكد التشخيص من خلال إجراء تحليل وراثي. نعمل تحليل للدي إن إيه أو للحمض النووي عند المريض، وبس هذا التحليل مع الأسف لا يجرى داخل سوريا، نضطر نبعث نحن عينة الدم لأوروبا في مخابر معينة حتى تعطينا التشخيص النهائي. بس هذا مكلف جدا. أنا سمعت أنه مركز البحوث يعني عم بيسوي بسوريا عم بيسوي هذا التحليل. طمنا دكتور أنها نادرة هاي الحالة. هاي الحالة طبعا تعتبر نادرة إلى حد ما، بس ولكن أنا كطبيب كلية أنا بشوفها بالعيادة كتير، بس أنا كطبيب كلية طبعا باعتبار أنه الحالات اللي بستقبلها أنا تجي من كل سوريا لحتى أشوفها. أكيد. أما كطبيب أطفال عام لا، نادر لأنه يشوف هالموضوع هذا. ويمكن دكتور في يعني بالطب أنه كثير من الأحيان أنتم بحاجة لأنكم تغطوا هاي الحالات النادرة، لأنه فعلا بيكون تشخيصها صعب، وبتكونوا فتحتوا باب أمل يمكن لأشخاص عم يعانوا من حالات مرضية، بيروحوا بيسألوا كثير من الأطباء، بيعملوا كثير من الاستشارات، وبتكون النتائج كلها أنه ما في حل أو المشكلة غير واضحة. الحقيقة هي مش موضوع داء الأوكزالوز عم بحكي لك عنه، هذا من الأمراض الصعبة جدا، ليس فقط لأنه يسبب قصور كلية والمريض يحتاج إلى إعادة زرع كلية. المشكلة وين؟ المشكلة إنه حتى لو هذا الطفل رجعنا زرعنا له كلية، حيترجع الكلية الجديدة اللي زرعناها حترجع تتعبى بالبحص. لذلك العلاج اللي هو نحن العلاج هو زرع كبد وكلية، لأنه تشكل الأوكزالات يبدأ بخلل من الكبد. اما حاليا مؤخرا بقصد من شي سنتين ثلاثه طلع دواء جديد يغني عن زرع الكبد. تمام. صار بالامكان نحن نعالج هدول الاطفال وما يعودوا يشكلوا حصيات الاوكزالات وما يعودوا يحتاجوا حتى لزرع كليه ولزرع كبد. فتخيلي انه طفل عنده كم بحصه اوكزالات بالمستقبل يعمل زرع كبد وكليه. نحن بسوريا مثل ما بتعرفي ما عندنا زرع كبد، وهون المشكله. لذلك هدول الاطفال نحن ما بنقدر نعمل لهم زرع كليه، لانه لو زرعنا كليه ستترسب الاوكزالات خلال 24 ساعه على الكليه الجديده وتخربها. لذلك من الخطأ أنه نحكي بزرع كلية ما لم يسبق بزرع كبد. احنا دكتور أملنا فيكم، يعني أملنا بالعلم، أملنا بالطب اللي بيقدر أنه هو يعني يريح حياتنا ويريح حياة طبعاً. أطفالنا بيبقوا الأطفال هن السعادة طبعاً. ببيوتنا طبعاً. دائماً طبعاً. فكل الشكر لك، الحديث بيطول وما بيخلص، ولكن إن شاء الله بلقاءات قادمة بنستكمل كل شيء. شكراً لك دكتور بسام سعيد، اختصاصي بأمراض الكلية عند الأطفال، على المعلومات اللي فدتنا فيها، وأكيد نتمنى السلامة للجميع. شكراً لك. شكراً لكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. إذا مشاهدينا كافيين معكم، ورح نبقى بالأمراض، رح نتعرف بالتقرير التالي على أكثر 5 أمراض شائعة يصاب فيها الأطفال. خلينا نتعرف عليهم سوا. مع تبدل المناخ وتعاقب الفصول تتعدد الأمراض يلي بيتعرض لها الأطفال تبعا للبيئة يلي بيعيشوا فيها ومدى نظافتها، وخاصة مع بداية حياتهم بسبب ضعف مناعتهم. ومن أبرز هاي الأمراض الإنفلونزا. تتسبب الإنفلونزا بمشاكل صحية عند الكبار والصغار،
إلا أنها بتكون أكثر عند الأطفال. تترافق الإنفلونزا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، مما يشكل خطر على حياة الطفل، بالإضافة لفقدان الشهية والإسهال وآلام المعدة. وبهي الحالة بيتوجب على الأهل التوجه للطبيب مباشرة. العين الوردية: يصاب الأطفال بهذا المرض نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية يمكن أن تنتقل للعين من الجو بشكل طبيعي أو نتيجة التعرض للتدخين والمواد الكيميائية ومستحضرات التجميل. تؤدي الإصابة إلى الالتهاب بالغشاء الشفاف العلوي يلي بيغطي الجزء الأبيض والسطح الداخلي للجفن مع تورم بالعين واحمرار، ومن الضروري علاج هذا المرض قبل اقتراب الفيروس من حدقة العين والتسبب بأمراض أكثر خطورة. جدري الماء من أكثر الأمراض شيوعاً وانتشاراً وأكثرها عدوى. يصاب فيه الطفل مرة واحدة في الحياة، ولكن الإصابة فيه تترافق مع عدد من الأعراض أبرز الشعور بالضعف والتعب وفقدان الشهية، بالإضافة لظهور طفح جلدي يتسبب بحكة وحويصلات حمراء على جسد الطفل، بالإضافة لارتفاع بدرجات الحرارة. التهاب الحنجرة مرض يصاب فيه جميع الأطفال وبأوقات مختلفة، ينتشر عن طريق الرذاذ المنقول جواً نتيجة سعال أو عطاس الشخص المصاب، بيتسبب بارتفاع بدرجة الحرارة وشعور بالغثيان، بالإضافة لورم وألم باللوزتين. يمكن علاج هذا المرض بإعطاء الطفل الدواء المناسب بعد استشارة الطبيب. السعال الديكي: الإصابة بالسعال الديكي لا تقتصر على عمر معين، لكنه يصبح خطراً عندما يتعرض له الطفل قبل أن يكمل عامه الثاني. تبدأ أعراض هذا المرض بكحة خفيفة وعطاس وحمى، لتتحول بعد أسبوعين إلى نوبات تنتهي بصوت أشبه بصياح الديك. يمكن علاج هذا المرض من خلال إعطاء الطفل المصل الخاص بعد استشارة الطبيب المختص. لا يمكن القضاء على جميع الأمراض، ولكن بالمقابل يمكن اتباع العديد من طرق الوقاية والسلامة والاعتناء بنظافة شخصية ونظافة المكان، بالإضافة للحصول على جميع اللقاحات المضادة لحماية الأطفال والحفاظ على سلامتهم. المجتمع المدني والأهلي يلي أثبت دوره بكافة المجالات بسوريا خلال فترة الحرب، ويلي ما توقفت نشاطاته التطوعية والمجتمعية من خلال أكيد شاشة العالم سوريا وبرنامج دامسكو ومتابعة لهي الأعمال. صبا، نحن دائما بشار مثل ما قلت عم نحاول أنه نكون بشكل أو بآخر بعملنا رديفين للمجتمع المدني بأنه نضوي على الإنجازات يلي عم يحقق الشباب السوري، ولهالسبب هالأنشطة من اهتماماتنا. واليوم حيكون معنا الأستاذ نجيب حاج بكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة تجيلنا لنحكي أكثر عن شغلهم ونشاطاتهم وشو اشتغلوا خلال السنة الماضية. أهلا وسهلا فيك أستاذ نجيب. العافية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. يعني بالبداية نحكي عن فكرة مؤسسة جيلنا وقديش صار عمرها اليوم. طبعا مؤسسة جيلنا هي مؤسسة أهلية غير ربحية، طبعا أشهرت بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 2950 لعام 2020. طبعا احنا انطلقنا مع بداية الحرب اللي فرضت على سوريا باسم منظمة سوريانا، بعد منا بال 2017 طلعنا باتجاهنا للموضوع التنموي فسمينا نحن مشروع جيلنا الانمائي. ل 2020 طبعا نحن نلنا على التراخيص اللازمه لاشهار مؤسسه جيلنا وصولا. تمام، يعني احنا هيك محاوله صغيره لنذكر بمؤسسه جيلنا، كون نحن دائما متابعين لشغلكم وعملكم. وخلينا ناخذ مثل جرده احساب خلال النصف الاول من هاي السنه، شو هي المشاريع يلي استكملت، شو هي المشاريع يلي بدات، ووين صارت جيلنا اليوم؟ طبعا بعد اشهار المؤسسه طبعا نحن قمنا بالعديد من الورشات والدورات التدريبية، بالإضافة إلى بعض المشاريع. فينا نقول مثلا بعيد المولد النبوي قمنا مثلا ببادرة كامل الأوصاف، بعد المنا عملنا ورشات العلاقة بالقطاع الصحي، العلاقة مثلا بالورشات التنموية تدريبية إلى آخره. طبعا أهم شيء كانت هي مشروعنا برمضان اللي هو كان مسمى أهل الخير. طبعا مطبخ أهل الخير هو كان عبارة عن مطبخ رمضاني كان بمدينة دمشق، استهدفنا 1834 فرد، بالإضافة إلى غطينا ما يقارب 6 مناطق بريف دمشق. عدد المستهدفين مثل ما قلنا 1834، المستهدفين الشريحة كانت هي الأسر
الأكثر كانت احتياجاً بالإضافة للنساء المعيلات، وشبكنا مع بعض دور الأيتام، طبعاً نحن توجهنا لهم. كان في عنا المطبخ الرديف اللي إلو، كان في عنا فريق يوزع تمر ومي للناس اللي كانت تتأخر على هاي عادات طبعاً معروفة عنا اللي هي عند فترة الأذان. بالإضافة إلى عند بليلة القدر نحن قمنا بتوزيع وجبات السحور مع العديد مثلا من الفرق التطوعية، بالإضافة لوزعنا مع اختتام شهر رمضان المبارك والعيد الفطر السعيد وزعنا 515 سلة غذائية. تمام يعطيكم العافية. يعطيكم ألف عافية. وبدي أروح كمان لموضوع جائحة كورونا وشغل شاغل بالعالم اليوم، كيف تعاملتوا مع هاي الجائحة؟ طبعا كانت هي تحدي كبير، كانت لأنه طبعا شيء يعني التحدي كانت فقط مو بنحكي بس نحن على مستوى فريق تطوعي ومؤسسات مجتمع أهلي، كانت التحدي هي عالمي. طبعا نحن تدخلنا بالكرديف لجيشنا الأبيض اللي هو الجانب الصحي، قدرنا نوصل لخلاصة أنه نحن نتقسم لثلاث فرق. كان الفريق الأول اشتغل على الموضوع التوعوي يلي هو نشط على السوشيال ميديا، كان يحذر أنه كانت الناس كثير أخذي أنه موضوع الكورونا كان موضوع انه كثير كان عباره عن مزحه او نكته او الى اخره، فنشط على موضوع السوشيال ميديا كان موضوع الجانب التوعوي. الجانب الثاني اللي هو كان الجانب الخدمي، نحن توزعنا بثمان محافظات سوريه، قمنا بمشاركه البلديات والمحافظات بالتعقيم المرافق العامه والخاصه، بالاضافه نحن وزعنا ما يقارب 8000 كمامه وسلل صحيه ما يقارب تقريبا شيء 2000 سله صحيه. الفريق الثالث يلي هو كان باسم لقمتنا سوا، قمنا بعملية جمع بعض المواد الغذائية ووزعنا لما يقارب تقريبا شيء 2000 أسرة، طبعا بالتعاون مع كثير من المخاطير والبلديات والمجتمع الأهلي بسوريا. تمام. ولأنك أستاذ نجيب كنت عم تحكي على أنه العمل هو تطوعي، لكن بنفس الوقت فيه روح العمل المؤسساتي بحاجة لتنظيم لتشبيك مع جهات أخرى ربما حكومية أو حتى ممكن تكون فرق تطوعية أخرى. كيف تجمعوا بين العملين سواء المؤسساتي والتطوعي؟ طبعا الجمع بيكون دائما يعني بدك تختاري انت الاشخاص عن طريق اداره الموارد البشريه، بده يكون في عندك الاشخاص يلي اكثر هن كفاءه، بتقومي بعمليه تاهيل وتدريب. نحن في عندنا دوره هلا عم نحاول نكثف فيها المتطوعين، يعني بنعطيها للمتطوعين مشان ما يضل الموضوع هو الموضوع العشوائي، فهي الدوره اسمها تي او في اللي هي دوره اعداد متطوع. المتطوع اليوم لازم يمتلك الخبره و إضافة لموهبته أنه تقومي بعملية صقل هي المواهب. العمل المؤسساتي بيختلف عن العمل التطوعي بكثير من الأمور. العمل التطوعي دائما بيكون هو أكثر مائل للعشوائية، بينظر للاحتياجات أو بيرقدوا أكثر شيء هي للشغلات اللي هي بتفرح مثل ما بيقولوا القلب أو للاستجابة الطارئة ببعض الأمور. العمل المؤسساتي طبعا اليوم بدك أنت يتعلم مثلا كيف طريقة دراسة الاحتياج، دراسة الجدوى الاقتصادية، الأمور الإعلامية، فهذا الموضوع عم بيعمل صقل مواهب لدى الشباب، بالإضافة لأنه عم بيزيد علاقاته. يعني اليوم طلاب الجامعات أكثر شيء مثلا بيستفادوا كثير من العمل التطوعي لأنه هن بيشبكوا ممكن مثلا مع منظمات غير حكومية. تماما. بالإضافة اللي عم بيستفادوا مثلا عم بيصير ربط مباشر مع سوق العمل. تماما. فأنت بالإضافة أنه بعملك ضمن المؤسسة سواء أنت كنت عم تشتغل مثلا على السوشيال ميديا عم تعلم كيف طريقة التحرير التقرير مثلا، بتنزل بتصور مبادرة، بالإضافة اللي بيشتغلوا بالقطاع المالي عم بيتعلم كيف دراسة الجدوى الاقتصادية وهي الأمور. فالعمل التطوعي هو بالعبارة عن عمل ضخم جدا، فأنت هذا أكثر شيء هو عامل الربط ما بين مثل ما بنقول القطاع الحكومي والقطاع الخاص. تماما. بدي روح اليوم للمتطوعين يلي ذكرت حضرتك القطاعات اللي عم تشتغلوا عليها، اليوم عم يخضعوا لتدريبات معينة لتوجيهات معينة قبل البدء على بالعمل على أرض الواقع. اليوم عمليا الشباب اللي عم نقوم بعملية نحن عملية تدريبها، الموضوع طبعا استاذ بشار مو بهي السهوله دائما لانه اليوم خاصه الاعمال اللي بيكون فيها فريق كبير متعدد وتنوع الاعمار بيكون له وقع خاص. اليوم يعني تنوع الاعمار عندنا شغله ثانيه نحن اليوم فيها فعلا نركز عليه هو موضوع صعوبه. اليوم دورنا اكثر شيء عم نحاول انه انت اليوم عمليا الدور الاستجابي الطارئ لكثير من الامور. يعني اذا بتلاحظ اليوم مثلا عمليا المعوقات اللي عم نعيشها اليوم، فلذلك الحرب اليوم لاحظ بدأت بحرب إعلامية، بدأت بحرب عسكرية. اليوم أنت اليوم عم تستهدف اليوم كثير مثلا من الأمور بالمجتمع،
طريقة توزيع وتنظيم اليوم الشباب أو أنك أنت تحاولي توصلي لكثير من يعني الأمور اللي نحن ما نتدخل فيها، هي كثير كثير على فكرة بتلاحظ فيها كثير صعب بالتنسيق فيها بهي الفترة. يمكن الفريق التطوعي لما بيكبر أو بصير عمره أطول خبرته أكبر بصير بيختار شوي المتطوعين على أسس أكثر، خلينا نقول معايير، بيطلب فيهم أشياء أكثر أنه يكونوا هن متحضرين أكثر من بداية الطريق، يعني بيجي المتطوع وبيبدأ مع الفريق وبيكبروا يوم بيوم. تماماً. هلأ أنت اليوم عملياً الفرق التطوعية وقت اللي بتنتقلي أنت للعمل المؤسساتي، بالعمل المؤسساتي أنت اليوم مثلاً في عندك هيكل إداري اليوم بدك تحافظي عليه، أنت مثلاً كمؤسسة في عندك مجلس الأمناء، بعد منه في عندك الإدارة التنفيذية، بعد منه أنت التفرعات اللي لها. هلأ بالتفرعات اللي عند منك أنت هون توصلي لقادة وميسرين، هدول القادة بده يكونوا هنن أكثر خبرة، هنن ببلشوا متطوعين بنالوا كتير مثلاً من الدورات التأهيلية والتدريبية، وبالمقابل هنن عم بيكبروا مع الفترة. وقلت لك يعني هلأ المعوقات هي بتزيد عليك خبرة، كل ما زادت اليوم الأزمات. هلأ إذا بتلاحظي مثلاً على فرض مثلاً القوات مثلاً الجيش العربي السوري اليوم مثلاً على طول الحرب اليوم صار في عنا خبرات مثلاً شغل بإعلام الحربي. عم نحكي اليوم عن مجال التأهيل والتدريب واللي دوركم فيه عم بيكون بارز جداً اليوم، كيف عم بيتم التنسيق بين العمل التطوعي وبين العمل التدريبي إذا بدنا نقوله؟ لا دائماً هو سلسلة بالتدريب والعمل التطوعي هي سلسلة دائماً سلسلة مترابطة. هلأ مجرد نحن ما استقطبنا نحن كثير من المتطوعين وعم نقوم بعملية تأهيلهم وتدريبهم، فهن يعني مثل ما بيقول بشكل طبيعي هن عم بكتسبوا خبرات وهن نفسهم عم بيصيروا هن المتدربين. بالإضافة لهذا الموضوع أنه نفسهم المتطوعين اليوم اللي اكتسبوا خبرات ووصلوا لمرحلة اللي هن مثل ما بيقولوا عنا كثير من الدورات، مثلا نبدأ من التي أو في اللي هو إعداد المدرب لمرحلة التي أو تي إلى آخره. الفائدة بهذا الموضوع اولا عم تعطي شخصيه اكثر انت اليوم للمتطوع، بالمقابل انه عم تقدم له نوع من الخبرات والشخصيه، وفي منهم اليوم قدروا يعني يعملوا منه دخل محدود، يعني عرفت علي شلون. فالتنسيق دائما هو بيكون باداره الموارد البشريه اللي هن اكثر شيء، والعلاقات العامه اللي هن اكثر شيء اللي عم بيحاولوا انه يوفقوا بين هذا. تمام. يمكن هي حالة إعداد لسوق العمل بالنسبة للشباب الموجودين. تماما. ولحتى نعرف اليوم جيلنا على الجغرافيا السورية وين موجودين بأي محافظات وكيف عم بيصير تنسيق العمل. طبعا نحن من إشهار مؤسسة جيلنا نحن إشهارنا كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، لكن نحن موجودين حاليا بدمشق وريف دمشق. هلأ كفروع يعني فروع تسمى بالفروع المشهرة. هلا ان شاء الله نحن في بخططنا نحن ب 2022 ونحن رح نفتح 6 فروع بباقي المحافظات من حمص اللاذقية الى اخره. طبعا نحن في لنا فرق تطوعيه هنيك، لكن نحن ما اسسنا الفرع المشهر بباقي المناطق. اعتمدنا نحن بالفترات الماضيه هو على مبدا الاستجابه الطارئه، يعني مثلا مثل يوم فتره مثلا الحرائق باللاذقية نحن قمنا بمبادرة اسمها بيتي أنا بيتك، نحن قدرنا نأمن ما يقارب 113 شقة سكنية لأخوتنا اللي تضرروا من الحرائق بحمص وباللاذقية وبعض المناطق بمصياف. مثل ما حكينا على موضوع التدخل بجائحة كورونا كمان قدرنا نحن، فمو هو يعني لازم يكون نحن مثلا كأخذين كتصنيف العمل التنمية والإسكان والعمل الخيري، ما هو بالضرورة أنه نحن نكون موجودين مثلا كفرع كمركز، لكن هذا الحكي كونه كإشهارنا إن شاء الله رح نثبت نحن بديك المناطق يعني وقابلين للتواجد بأي مكان. تماما. هلا هو ضمن تصنيفنا وإشهارنا. إشهار المؤسسة هو كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، لكن نحن ما قدرنا نوصل لهذا الموضوع، بتعرف أنت يحتاج لموضوع مادي ومالي كبير وعرف شلون بدك عملية تأهيل للكادر المؤسساتي اللي عندك بأكثر، فنحن حاولنا نعتمد أنه على موضوع الاستجابة بأكثر من نقطة، لكن هلا بخطة 2022 إن شاء الله رح يكون نحن في إنا 6 فروع بإذن الله. ومن ضمن الخطة في فتح باب للانتساب أو في طريقة للانتساب؟ نحن باب التطوع على طول مفتوح لنا. في طريقة معينة؟ في عبر التواصل، عبر موقع التواصل الاجتماعي. موقع التواصل الاجتماعي والويب سايت جيلنا، طبعا في استمارة موجودة دائما هي طلب انتساب بأكثر من اختصاص. اليوم الاختصاصات اللي كثير عم نكثف عليها يلي هو البي آر، إدارة الموارد البشرية والإعلام.
تمام. بيبقى نسألك بختام حديثنا أستاذ نجيب عن شو محضرين للمرحلة القادمة، المجالات اللي حتهتموا فيها، خلينا نقول الفعاليات والنشاطات يلي عم تحضروا لها. أكثر شيء نحن إن شاء الله بالنصف المتبقي من عام 2021 نحن في عنا شيء عم نجهز له هلأ من 3 شهور على اليوم الدولي للسلام، إن شاء الله هيك رح نطلع هون عنكم ونعلن عنه إن شاء الله هيك بده شوية تعب وشغل. هو عبارة عن ماراثون دولي يعني مشان ما نخبيه، هو عبارة عن ماراثون بحاكي السلام من سوريا للعالم، بالإضافة أنه رح يكون مقترن مع رح نفتتح معرض لإعادة الإعمار وربط الشباب بسوق العمل. نحن اليوم حاولنا أنه نشتغل على طريقة جديدة أنه شو دور الشباب، نحن عم نسمي سمينا المؤسسة باسم جيلنا، فهذا الجيل اليوم يفترض أنه هو يكون له دور بإعادة الإعمار. شو دور المجتمع الأهلي؟ نحن كثير عندنا اليوم ما يقارب شيء 2800 جمعيه او مؤسسه بسوريا تقريبا هذا الرقم، وفي العديد من الفرق التطوعيه اليوم مثلا بسوريا. طيب شو دورهم اليوم بالمرحله القادمه؟ المرحله القادمه هي مرحله الشباب، مرحله اليوم المجتمع الاهلي. فان شاء الله نحن عم نجهز هذا الموضوع وانتم من الاوائل المدعوين له. اكيد وكل التوفيق ان شاء الله لكم. نورتنا استاذ نجيب حاج بكري، حضرتك رئيس مجلس امناء مؤسسه جيلنا، ان شاء الله من نجاح لنجاح اكبر. اهلا وسهلا، شرفتنا. ولهم مشاهدينا ممكن وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامج دامسكو، على أمل نكون قدمنا لكم مادة مفيدة، ولقاءنا بجدد معكم إذا الله راد يوم الأحد. هلا لوقتها تبقوا بألف خير، وبدي أتمنى لكم أكيد عطلة أسبوع سعيدة، وأكيد نحن بحاجة أنه نتواصل معكم متابعينا بالعطلة وحتى بباقي أيام الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وإنستغرام، وعبر أكيد الموقع الرسمي لقناة العالم سوريا. نسمع آراءكم، قصص نجاحكم، أفكاركم الجديدة نتشارك فيها سوا. اضلوا بكل الخير.